الضربات التي طالت قواعد التحالف الدولي في سوريا هي لا تتزامن فقط مع المفاوضات النووية وما يجري فيها وهي مهمة وسنناقشها، ولكن أيضا تتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والفصائل تحشد كثيرا لقضية الانتقام على عدد من المستويات. برأيك ما طبيعة ونوعية التصعيد من الفصائل المسلحة في الداخل العراقي إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، وخاصة وهم يتحدثون عن انتقام لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ أعتقد الذي يحصل هنا هو أمران. الأمر الأول ترسيخ أو التثبيت في الثقافة السياسية العراقية، ثقافة الدولة العراقية السياسية، تثبيت وترسيخ رمزية عملية القصف التي قامت بها الولايات المتحدة وأدت إلى اغتيال مقتل السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي المهندس، وجعلها يعني جزءاً من الفهم الوطني العراقي. هذه مسألة أعتقد أساسية، هناك اشتغال عليها، يعني أعطاء أيام عطل في محافظات، بعض محافظات الوسط والجنوب، احتفاء بهذه، ويعني المسيرة الضخمة التي رتبتها الفصائل البارحة. هذا يعني هذا يتعلق بالترميز الوطني وترميز قيم المقاومة، محور المقاومة الذي تتزعمه إيران كما تفهمه إيران وتفهمه هذه الفصائل، ترميزه عراقيا، جعله جزءا من الثقافة السياسية العراقية المعتادة، لا يخضع للنقاش ولا يخضع للتشكيك. معنى الشهادة دفاعا عن العراق في إطار استراتيجية محور المقاومة. هذا هو الجانب الأول، ولهذا هذا الاهتمام والتحشيد الكبير الذي حصل البارحة بخصوص وقبله بخصوص يعني ذكرى عملية الاغتيال. هذا جانب. الجانب الآخر يعني الذي أعتقد أنه هو الأهم والأكثر حراجة هو مستقبل الفصائل المسلحة في العراق، والقلق والخوف أنه محور المقاومة كما تتزعمه إيران سيفقد أو سيمر بضعف، لأن حلقته العراقية في طور التفكيك، وهذا الأمر سيحسمه النقاش أو التفاوض بخصوص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. هناك قلق كبير واضح لدى الفصائل المسلحة بشأن مستقبلها السياسي في العراق، والمستقبل السياسي لهذه الفصائل هو شيء واحد، أن تكون جزءا من الترتيبة الحكومية. هذه الفصائل غير مهيئة كي تكون جزءا من المعارضة في العراق، هي مهيئة كي تكون جزءا من المؤسسة الحكومية، لأنه عبر هذه المؤسسة الحكومية، عبر التمثيل الرسمي العراقي، هي تتلقى الموارد وتستطيع أن تؤثر سياسيا وتؤثر فصائليا مسلحا في قصة العراق وفي تدعيم محور المقاومة. هذا هو السؤال الجوهري، هذا هو القلق الذي تمر به الآن، والاحتفالية الكبرى التي تم تنظيمها بخصوص عملية تأبيد عملية الاغتيال وتحويلها إلى رمز عراقي، إلى مناسبة عراقية، هو جزء من هذا التفاوض، واحدة من أوراق الضغط في هذا التفاوض الذي يقوم به الإطار التنسيقي مع التيار الصدري. يعني علينا أن ننتظر كي نرى كيف سيتطور هذا طيب. الأمر، هذا هو التحدي الوجودي لهذه الفصائل الآن. طيب، ولكن هنالك وثيقة مثيرة للغاية نشرت بهذا الشكل، وثيقة تابعة للاستخبارات العراقية تتحدث بأن هنالك هجوما متوقعا من الفصائل المسلحة، وأطلقت عليها طبعا عبارة عن عناصر خارجة عن القانون في نفس توقيت اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وبالتالي هذه القضية هي تتحدث عن هجوم من منطقة شارع فلسطين أو من الشعلة على السفارة الأمريكية. برأيك يعني أولا لماذا هذه الوثيقة نشرت برأيك؟ هل هنالك غرض معين؟ وثانيا، هل تعتقد أن الفصائل المسلحة بما أنها تتحدث عن انتقام قد تلجأ إلى قتل أحد الجنود الأمريكيين أو حتى عددا من الجنود الأمريكيين؟ يعني الخطاب الإيراني الرسمي والخطاب الذي تتبناه الفصائل المنضوية تحت محور المقاومة، يعني هذا منذ البدء، يعني منذ عملية الاغتيال،
أنه لا رد انتقامي كاف لأخذ الحق من الولايات المتحدة، بمعنى الذي حصل أنه تحويل الرد على اغتيال السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي المهندس، تحويله إلى ثأر مفتوح يستمر على مدى السنوات. وهناك يعني غموض واضح بخصوص حدود هذا أين ينتهي. أما بخصوص يعني هذه التخطيط لعمليات عسكرية وربطها في ذات الوقت، يعني أنا أعتقد هي العمليات ذاتها ليست مهمة استراتيجيا، ليست مهمة عسكريا، لكنها مهمة لعملية الترميز، معنى تحويل عملية الاغتيال إلى شكل من أشكال الثقافة الوطنية العراقية وربطها بشكل مباشر تذكيرا بعمليات مسلحة. وهذا يفيد طبعا الفصائل إلى حد ما في قضية التفاوض، يظهرها قوية أو يعطيها مظهر القوة إزاء التيار الصدري الذي يعني تاريخيا يعتبر نفسه الممثل الأساسي والرئيسي للمقاومة في العراق، يعني إلى آخره. فهناك جانب من الاختلاف بين الفصائل وبين التيار الصدري، وجزء منها أنا أعتقد هذه رسائل للتيار الصدري، لكنه يبدو يعني الإجراءات الحكومية منعت أو حالت دون القيام بهذه العمليات. بس عموما هذه العمليات ليست مؤثرة ولن يعني تحدث تغييرا أساسيا في موازين القوى.